بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليكم السلام سيدنا ورحمة الله محمد وبركاته. وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في انطلاقة برنامج مساري لهذا العام 1443، والذي بإذن الله عز وجل سينطلق البرنامج ابتداء من هذه الليلة مع سعادة الدكتور وسام بن أحمد الغامدي وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون السلالم المشتركة. طبعا البرنامج باختصار لأبنائنا وبناتنا الطلبة هو برنامج للتعريف بكليات الجامعة والتخصصات الموجودة في الكليات، وكذلك الفرص الوظيفية المستقبلة لكل كلية ولكل تخصص بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم أبنائنا، وكذلك ينفع بهذا البرنامج لكم بحول الله عز وجل، وعلى بركة الله ننطلق. تفضل يا عبد الله. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا، طبتم وطابت أيامكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستهل اللقاء مع ضيفنا الدكتور أسامة بن أحمد الغامدي، وكيل عمادة شؤون السنة الأولى المشتركة في عمادة القبول والتسجيل. دكتور أسامة تفضل، لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله جميعا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابتداء أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لعمادة السنة الأولى المشتركة، الشكر لعميدها والشكر لوكيلها لشؤون الطلاب سعادة الدكتور مخلد العنزي على هذه الفرصة وهذا السلام عليكم الذي يتجدد بكم أبناءنا وبناتنا الطلاب للتعريف بيعني بعض الإجراءات التي تتم في عمادة شؤون القبول والتسجيل فيما يخص تخصيص الطلبة بعد انهاء برنامج السنة الأولى المشتركة. فعلى بركة الله تعريف سريع ببعض يعني ما نقوم به في العمادة فيما يخص شؤون السنة الأولى المشتركة. بالعادة طبعا بعد الفصل الدراسي الأول نقوم بتخصيص طلبة مسار الكليات الإنسانية، وبعد الفصل الدراسي الثاني نقوم بتخصيص طلبة بقية المسارات. ويعني كإحصائيات بسيطة فيما يعني تم في العام الماضي على سبيل المثال، تم تخصيص ما يزيد عن 10,600 طالب وطالبة بعد كل فصل من الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي في العام الماضي. كذلك من الأشياء التي يعني دائما نعمد إليها في كل فصل دراسي معالجة طلبات التحويل بين مسارات البرنامج. تقريبا يعني عالجنا أكثر من 1650 طلب تحويل إلكتروني، طبعا بالإضافة إلى بعض الحالات المحدودة من الطلبات الورقية خلال كل من الفصلين الأول والثاني في العام الماضي. أحيانا بعض الطلبة يطلبون ما يسمى تعديل التخصيص بعد السنة الأولى المشتركة، وسنأتي إن شاء الله على ذلك يعني خلال هذه الكلمة في هذه الأمسية. والعام الماضي تقريبا عالجنا يعني أقل بقليل من 1500 طلب إلكتروني لتعديل التخصيص، طبعا بعد الفصل الثاني من عام 1442 للهجرة. لا شك أنه يعني لدينا حالات إن شاء الله قليلة ليست كثيرة من يعني بعض الطلبة الذين يتعثرون في البرنامج، فتقريبا قدمنا يعني النصيحة والمشورة الأكاديمية لما يفوق 200 طالب وطالبة ممن تعثروا في البرنامج خلال العام الماضي، وتم توجيههم للحصول على الدعم والإرشاد اللازمين من الجهات التي تقوم بذلك مشكورة، سواء في عمادة السنة الأولى المشتركة أو في عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد الطلاب. بالنسبة لكم أنتم يعني أبناءنا وبناتنا المستجدين في الجامعة، تم الحقيقة تسكين الطلبة على خطة السنة الأولى المشتركة طبعا بناء على أدائكم في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية. ف الحمد لله تعالى تقريبا يعني 99% من الطلبة المقبولين في الفصل الأول لهذا العام تم تسكيلهم، تقريبا 9,700 طالب وطالبة، بقي يعني حدود 1% أو أقل، بعضهم اعتذر وبعضهم أجل الدراسة لهذا الفصل الدراسي. أما بالنسبة للتسجيل فطبعا تم طرح العديد من الشعب، تقريبا في 35 مقرر التي يعني تم طرحها في برنامج السنة المشتركة لهذا العام، تم يقارب تقريبا طرح 2700 شعبة، ووزعت هذه على مجموعات تسجيل قاربت 460 مجموعة تقريبا في 11 مسار المختلف للبرنامج في المقرات الخمس، طبعا
مقرات الطلبة في الدرعية وفي عديشة والطالبات كذلك، وطبعا مقر فرع كليات الجامعة في المزاحمية. لعلكم تعرفون، لكن يعني ما يضر أن نعرف مرة أخرى بمسارات السنة المشتركة لهذا العام 1443 الهجرة، على اعتبار أنه طرأ يعني عليها يعني بعض التحديث. فلدينا مسار كليات الصحية، طبعا حاليا يضم 4 كليات، فالمقبولون في هذا المسار يتنافسون على التخصيص في كليات الطب، طب الأسنان، كلية الصيدلة، وكلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة. طبعا لدينا مسار لكلية التمريض مستقل، ويعني نبشر الطالبات حقيقة بطرح تخصص جديد لهن في هذا العام، يطرح لأول مرة لدينا في الجامعة، وهو تخصص القبالة أو الميدوايفري، وهذا طبعا تخصص جديد واعد، ويعني يتوقع أن يكون له يعني بالإضافة يعني جنب إلى تخصص التمريض يعني مستقبل وظيفي مميز إن شاء الله تعالى. فهذا التخصص سيطرح للطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني، بإمكان الطالبات أن يختارن رغباتهم بين التمريض أو القبالة. السنة هذه حقيقة استحدث مسار جديد لكلية العلوم الطبية التطبيقية. الكلية طبعا فيها ما يزيد على 12 برنامجا حاليا، وهذه كلها تعتبر من يعني المهن الصحية، والتي طبعا تصنف في هيئة التخصصات الصحية السعودية. معظم هذه البرامج تطرح للطلاب والطالبات. تقريبا حاليا لدينا برنامجان فقط يطرحان للطلاب دون الطالبات، وهما برنامج العلاج التنفسي وبرنامج تقنية الأسنان. برامج العشر الأخرى جميعها مطروحة لجميع الطلاب وطالبات هذا المسار. مسار الكليات العلمية حاليا يضم كلية علوم الحاسب والمعلومات، والكلية طبعا يعني فيها 5 تخصصات حاليا. تخصص تقنية المعلومات هذا مطروح للطالبات فحسب. تخصصات هندسة البرمجيات ونظم المعلومات وعلوم الحاسب مطروحة للجنسين. تخصص هندسة الحاسب اقتصر طرحه على الطلبة فقط حاليا في الجامعة. كلية العمارة والتخطيط فيها برنامجين أو تخصصين، العمارة وعلوم البناء وتخطيط العمراني، وكلاهما مطروحان للجنسين الطلاب والطالبات. كلية العلوم فيها كذلك يعني 12 برنامج للبكالوريوس، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الأحياء الدقيقة، النبات، الفيزياء، الرياضيات، الرياضيات الاكتوارية والمالية، الإحصاء. وهناك برامج يعني مطروحة في مقر الطلاب دون الطالبات حاليا، الجيولوجيا والجيوفيزياء وبحوث العمليات وعلم الحيوان. مسار كلية علوم الأغذية والزراعة مسار جديد يطرح للمرة الأولى في هذا العام 1443 للهجرة. الطلبة المقبولون في هذا المسار، وهو خاص بالطلاب فقط، يمكن تخصيصهم في أحد تخصصات الكلية 6: الهندسة الزراعية، علوم الأغذية وتغذية الإنسان، الاقتصاد التطبيقي، علوم الإنتاج الحيواني، علوم الإنتاج النباتي، ووقاية النبات. مسار كلية إدارة الأعمال هو مسار مفصلين دراسيين طبعا، وبعد إنهاء الطلاب والطالبات لهذا المسار أيضا يتم نقلهم لبرنامج عام داخل الكلية، يسمى يعني تخصص أو برنامج إدارة الأعمال العام. وبعد ذلك يعني تقريبا في المستوى الخامس يعني أو الفصل الدراسي الخامس للطلبة في الكلية يتم تخصيصهم في إحدى تخصصات الكلية 7: مالية والمحاسبة والإدارة ونظم المعلومات الإدارية والتسويق والاقتصاد والمصرفية الإنسانية. مسار الكليات الإنسانية هو المسار السابع. الكليات الإنسانية في الجامعة تضم كلية الآداب، وفيها عدد من تخصصات: الإعلام، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، علم المعلومات، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. لدينا أيضا كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص العلوم السياسية تحديدا مطروح للطلاب فقط حاليا. كلية السياحة والآثار الحقيقة السنة هذه إن شاء الله ستكون السنة الأولى لطرح تخصص الإدارة السياحية والفندقية لطالبات الجامعة، جنبا إلى جنب يعني إلى تخصص إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي. تخصص الآثار حاليا يقتصر طرحه على الطلاب. لدينا بعد ذلك كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، طبعا يتم تخصيص الطلبة فيه في برنامج عام. بعد ذلك هناك عدة تخصصات داخل الكلية، ما بين إدارة المنشآت الرياضية والترويحية والتدريب الرياضي واللياقة البدنية. كلية اللغات والترجمة حاليا تتيح 3 تخصصات للجنسين للطلاب والطالبات، هي تخصصات اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية.
عدا ذلك هناك 7 تخصصات أخرى ما زالت مطروحة للطلاب حالياً، اللغات اليابانية والروسية والأسبانية والتركية والفارسية والعبرية. كلية التربية حالياً لدينا 3 تخصصات فيها، تخصص الدراسات الإسلامية وتخصص الأخصائي النفسي وتخصص تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية للطالبات، ولدينا تخصص رابع لكن تم القبول عليه في هذا العام في مسار مستقل خاص به، هو مسار قسم الدراسات القرآنية لاستقطاب حفظة كتاب الله الكريم، والذين لديهم رغبة في الالتحاق بأحد تخصصي القسم، تخصص الدراسات القرآنية وتخصص القراءة. فالحقيقة قبل أن نبدأ يمكن في الكلام حول ما هو التخصيص أو إدخال الرغبات أو معايير التخصيص، يعني أود أن أنتهز حقيقة هذه الفرصة أولاً لأشكر عمادة السنة الأولى المشتركة على هذه المبادرة السنوية الرائعة، مبادرة مساري، والتي يعني تتيح لكم فرصة التعرف على جميع هذه التخصصات التي تطرح في درجة البكالوريوس يعني في أو مرحلة البكالوريوس في الجامعة. ويعني لا شك أن هذه هي الفرصة الذهبية إذا يعني صحت العبارة للتعرف على هذه المجالات، يعني هي في النهاية كلها قطاعات تنموية تحتاجها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين. العديد حقيقة من التخصصات التي ربما بعضها يعني ليس لدينا يعني عنها فكرة يعني يمكن وافية أو دقيقة، لكن لقاءات برنامج مساري تتيح لكم التعرف على هذه الكليات المختلفة التي بالإمكان أن تسألوا قياديها وأعضاء هيئة التدريس فيها عن فرص التطور المهني بعد تخرجكم من هذه البرامج. التخصصات يعني كثيرة جدا، قد لا يعني ربما حتى برنامج مساري قد لا يحيط بها جميعا، ولا شك أن خريجي الجامعات قد يعملون بعد تخرجهم من الجامعة في مهن أو في وظائف تتطلب مهارات ربما تحتاج إلى صقل على رأس العمل، يعني فالجامعة تزود حقيقة طلبتها بكم مهم من المهارات والمعارف والخبرات، ولكن قد تستكمل هذه حقيقة على 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 رأس العمل بعد اللي هو التخرج وبعد يعني فرص التدريب الوظيفي. إذا بذكر فقط على يعني سبيل المثال يعني والإجاز للحصر قطاعات جديدة واعدة يعني مقبل عليها المملكة في نهضتها الخلاقة في السنوات المقبلة، إن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه طبعا تحتها طيف واسع حقيقة من التخصصات الدقيقة والقطاعات الناشئة، قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة، قطاع النقل وسلاسل الإمداد واللوجستيات، القطاع المالي طبعا والتقنيات التي طبعا ترافقه، قطاع الطاقة بالذات ما يخص الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، التعدين طبعا قطاع الثروة المعدنية كذلك يعني من القطاعات التي يهم المملكة العربية السعودية الاستثمار فيها بشكل يعني بارز وكبير يعني خلال السنوات المقبلة. لا شك هناك قطاعات مثل قطاعات السياحة والآثار وإحياء التراث، قطاعات الثقافة والفنون وصناعة المحتوى، قطاعات مثل قطاع الرياضة وإدارة المنشآت والفعاليات الرياضية، قطاع الثالث أو ما يسمى بالعمل التطوعي، حماية وتطوير المحميات البرية والحياة الفطرية طبعا والعناية بالبيئة، يعني حقيقة جدا مجالات كثيرة وواسعة. بإمكانك أن تسأل يعني بعض حقيقة منهم يعني في الجامعة ويخدمونك في هذا المجال، لكن أيضا يعني هذه أعيد وأكرر فرصة أيضا لسؤال منهم على تماس حقيقة بقطاعات التوظيف وفرص العمل من الأقارب من الأصدقاء من المعارف، وبعد ذلك يعني تستخير وتتخذ قرارك وتضع نصب يمكن عينيك 3 محددات رئيسية. المحدد الأول أو خلنا نقول العامل الأول قدراتك، يعني
إذا تعرفت على متطلباتك والتخصص ومثلا بعض المداخل يعني من حيث المقررات أو من حيث المهارات اللازمة التي يعني الأولية الأساسية التي يلزمك مثلا المعرفية للالتحاق بها التخصص، فيعني جيدا أن تتعرف على ذلك مبكرا. ميولك طبعا لا شك، يعني كل من لديه شغف، لديه يعني توجه معين، يعني لديه فكرة إيجابية معينة عن يعني بعض التخصصات، الرغبة لا شك هي يعني والدافع الشخصي للالتحاق بتخصص ما أو بحقل ما مهم، لكن نزنها بالقدرات وأيضا طبعا بالفرص أو ما نتوقع أن يكون يعني مستقبل يعني سوق العمل بالنسبة لهذه التخصصات. علما يعني كما ذكرنا بأن العديد من خريجي الجامعات حقيقة يعملون ربما في وظائف لم يعني يكونوا بالضرورة قد يعني أحاطوا بها في مرحلتهم الجامعية. لا شك أن هناك حاجة إلى اكتساب العديد من المهارات سواء أثناء سنواتك يعني في الجامعة أو بعدها طبعا. وهنا يعني لا يفوتني أيضا مرة أخرى أن يعني أشجعكم على الاستفادة من مبادرات عمالة السنة الأولى المشتركة التي توفر العديد من ورش العمل والدورات التي تساعدكم في هذا الجانب، بالإضافة إلى عمادة شؤون الطلاب وعمادة تطوير المهارات. كل هذه يعني العمادات موجودة في الجامعة لتوفير العديد حقيقة من البرامج ومن الدورات ومن ورش العمل، ببعضها والله مجانا أو حتى برسوم رمزية، لكنها مهمة جدا. هناك مبادرة يمكن بعضكم لعلها تعرف عليها، يعني يمكن في اللقاءات التعريفية لبرنامج السنة المشتركة، يسمى بالسجل المهاري. السجل المهاري يعني كأنه سجل موازي لسجلك الأكاديمي، فلعلك إن شاء الله تعالى يمكن بعد ما تتخرج يعني من الجامعة تكون درست مثلاً 120 130 140 ساعة أكاديمية، تكون وثقت جميع الدورات التي حصلت عليها في الجامعة، لأنها كلها تصب فيما يسمى بالسجل المهاري. إذا دخلت على البوابة طبعاً يعني سنة ورا سنة يعني ستراكم عدد من الساعات التدريبية، جميعها تسجل وتوثق، بحيث إذا 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 تخرجت من الجامعة يكون لديك سجلان، سجل أكاديمي وسجل مهاري إذا تقدمت على جهات التوظيف. مثل ما أنت مثلا عندك بكالوريوس في تخصص ما، لديك والله 120 150 180 200 ساعة تدريبية، جميع يعني جهات التوظيف تحرص تماما يعني في فرز خلينا نقول طلبات المتقدمين لها على يعني من لديه يعني قيمة مضافة يعني المنشأة التي طبعا يعني تستقبل هذه الطلبات. فمهم جدا الحقيقة أن نعتني بذلك، والحمد لله بشيء من إدارة الوقت بشكل جيد وتنظيمها أتوقع أنه يعني إن شاء الله هذا أمر يعني سيكون يعني مثيرا جدا لاهتمامكم. دكتور أسامة يعطيك العافية، مما لا شك فيه أن المملكة مقبلة على نهضة وتقفز قفزات عظيمة وتقود العالم في عدة مجالات وتخصصات، ولا ينافسها منافس في هذه التخصصات ونفخر بذلك. دكتور أسامة، أنت ذكرت في السلايدات السابقة طرح تخصص جديد مجال السياحة لأول مرة للطالبات. نرجع نأكد على التخصص، إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي أو الإدارة الفندقية تقصد؟ إدارة موارد التراث مطروح تقريبا له سنتين الآن للطالبات. نعم. الجديد هو الإدارة السياحية والفندقية، سيطرح إن شاء الله تعالى للمرة الأولى للطالبات لدينا في جامعة الملك سعود ابتداء من هذا الفصل. فإن شاء الله تعالى يعني الطالبات ستظهر لهن هذه الرغبة، يعني إذا يعني أردنا يعني ترتيب رغباتهن في التخصيص بإمكانهن اختيار هذه الرغبة. بالتأكيد مرة ثانية، الإدارة السياحية والفندقية. تمام. السؤال الثاني، بما أن يعني في قبل لا على قولتهم نبعد بعيد، أعلن عميد عماد أعلن عميد كلية علوم الحاسب عن طرح 7 تخصصات جديدة بالكلية. السؤال دكتور أسامة، متى يمكن للطلاب دخول هذه التخصصات أو متى ستطرح هذه التخصصات ضمن خطة التخصيص؟ والله يعني لا أريد الحقيقة الافتئات على الكلية، يعني في النهاية يمكن أفضل جهة يتم سؤالهم عن أي تخصصات جديدة أو مقبلة هي كلية علوم الحاسب والمعلومات. ربما أعلنوا عن طرح هذه التخصصات، لكن الإطار الزمني الذي يطرح يعني فيه أو تطرح فيه هذه البرامج يعني يمكن هم أفضل جهة يمكن سؤالهم عنها.
لأنه لا شك بعض التخصصات هي مطروحة لدرجة البكالوريوس، بعضها قد يكون مطروح للدراسات العليا. يعني قد يكون المقصد يعني أن بعض هذه التخصصات قد تكون تخصصات دقيقة جديدة دراسات عليا، وقد تكون البكالوريوس. يعني أفضل حقيقة أن تستغلوا لقاء برنامج مساري مع كلية علوم الحاسب والمعلومات يعني الاستفسار أكثر يعني عن هذه التخصصات. جميل. العافية. بالنسبة للاستفسارات الحضور نتمنى أنها تكون على الشات، لأن عندنا تسلسل ماشيين عليه، فإذا ما جت إجابة سؤالك في السلايد في هذاك الوقت أنا بطرح سؤالك في وقتها. عظيم. تفضل دكتور أسامة. جدا معكم. التخصيص حقيقة هو يعني إجراء يعني يتم طرحه في كل فصل دراسي، فدائما يعلن للطلاب والطالبات عن إتاحة بوابة النظام الأكاديمي لترتيب رغبات التخصيص. فطبعا طلبة كل مسار عليهم أن يرتبوا جميع التخصصات المتاحة لهم في ذلك المسار. فلو قلنا على سبيل المثال في مسار الكليات الصحية حاليا لدينا 4 كليات: كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية الأمير سلطان الخدمات الطبية الطالعة. جميع هذه الكليات الأربع فيها برنامج واحد: برنامج طب الجراحة، برنامج طب الأسنان العام، برنامج دكتور صيدلة، وبرنامج الخدمات الطبية الطالعة. يجب على كل طالب وكل طالب يرتبون كل هذه الرغبات الأربع حسب الترتيب الذي يرون. يعني في النهاية الخيار هو تماما للطالب والطالبة، يرتبها كما يرغب هو، يعني كما يعني يعني لا يؤثر عليك يعني عامل آخر. يعني في موضوع ترتيب الرغبات، رتب الرغبات كما تريد أنت وترغب أنت. طبعا الفرز هذه هي حقيقة مرحلة يعني لاحقة يمكن بعضكم مر يعني فيها في تجربة القبول. الفرز يتم طبعا بناء على معيار التخصيص والتنافس الذي يتم يعني بين الطلاب والطالبات على كل تخصص، وطبعا عدد المقاعد المتاحة في كل تخصص لا شك أنه يعني يلعب يعني دورا في ذلك. لكن يعني القبول يتم عبر التالي: جميع كليات الجامعة ترفع لمجلس الجامعة عدد المقاعد المتاحة لها في كل عام دراسي، ويتم بناء عليه قبول الطلاب والطالبات بناء على هذا العدد. فكل طالب وكل طالبة في نهاية برنامج السنة الأولى المشتركة سيكون له مقعد في التخصيص. يبقى هل سيكون في رغبته الأولى أو الثانية أو الثالثة، هنا يعني يأتي موضوع اللي هو التنافس حسب المعيار لكل تخصص. أحيانا طبعا قد يعني يخصص الطالب في رغبة يعني تكون رغبة تالية بالنسبة له ليست رغبته الأولى على سبيل المثال. فهناك خدمة تسمى خدمة طلب تعديل التخصيص بعد السنة الأولى المشتركة، وإن شاء الله يمكن يعني نأتي عليها يعني قبل نهاية حديثنا. وهناك أيضا ما يسمى اللي هو طلب التحويل من كلية إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، هذه تكون بعد فصل دراسي من إنهاء السنة الأولى المشتركة. يعني من تم تخصيصه و لم يحالف الحظ بالالتحاق بالتخصص الذي يرغب، أو لم يتمكن من تعديل تخصيصه طبعاً قبل يعني بداية الفصل الدراسي الأول، بإمكانه خلال هذا الفصل الدراسي أن يتقدم بطلب تحويل من كليته إلى الكلية التي يرغب فيها. وطبعاً هناك شروط للتحويل لكل كلية. فالمهم حقيقة أن ننتبه يعني أن يتم بعد إدخال أو ترتيب هذه الرغبات حفظ الطلب. فالعديد يعني من الحالات التي تصل يكون الطالب رتب رغباته لكن لم يتأكد تماما من حفظ الطلب، وهذا مهم. ويعني قد يكون أحيانا استخدام الأجهزة اللوحية يعني خلنا نقول يوهم المستخدم أنه تم الحفظ، لكن أحيانا يعني حساسية يعني بعض هذه الأجهزة أو الجوالات قد لا تكون يعني بالدقة أو بالفعالية المطلوبة. فقد يكون أفضل حقيقة استخدام جهاز لابتوب أو جهاز ديسكتوب اللي هو جهاز اللي هو المكتب الشخصي، أو ممكن اللي هو اللابتوب المحمول، قد يكون أفضل من استخدام الأجهزة اللوحية للتأكد فقط من اللي هو عملية حفظ الطلب. معيار التخصيص في هذا العام هو طبعا معيار أصبح معيارا موحدا لجميع التخصصات الصحية والعلمية في الجامعة.
وهذا المعيار يحسب من 100 نقطة على النحو التالي: يتم العودة لدرجة اختبار القدرات ويضرب في ربع يعني في 0.25، كذلك درجة الاختبار التحصيلي يضرب في ربع، وطبعا هذه 100 ضربناها في ربع هذه 25 نقطة، والتحصيلي كذلك 25 نقطة. بعد ذلك معدل مسار السنة الأولى المشتركة، طبعا القيمة القصوى 5 إذا ضربناها في 10 فهذه 50 نقطة، يكتمل 100 نقطة لهذا المعيار. فهذا المعيار الآن هو المعيار الموحد للتخصيص لجميع التخصصات الصحية والعلمية في الجامعة. في السابق كان هناك معيار خاص بمسار الكليات الصحية، كان بالنسبة لمسار الكليات العلمية هناك معيار خاص بكليتي الهندسة والحاسب، كان هناك معيار خاص بكلية العمارة، طبعا كانت أيضا كليات العلوم تراكمي. الآن هذا المعيار من المهم أن ننتبه له، لأنه هو معيار التخصيص زي ما قلت لكم الموحد للتخصصات الصحية والعلمية. ليس ذلك فحسب، بل وسنأتي في الكلام عليه إن شاء الله، هو المعيار المستخدم للتحويل بين مسارات السنة الأولى المشتركة. من يرغب أن يحول لمسار الكليات الصحية أو مسار الكليات العلمية أو مثلا كلية التمريض أو العلوم الطبية أو علوم الأغذية والزراعة سيتم أيضا العودة، طبعا على اعتبار أنه هو معيار التخصيص. فمن لا يحقق معيار التخصيص يعني ليس حقيقة من المنطق أن تقبل أن يحول إلى أحد هذه المسارات. بالنسبة للكليات الإنسانية جميعها حقيقة يعتمد التخصيص فيها على معدل مسار الكليات الإنسانية، بعد استثناء وحيد هو كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، لديهم اختبار قبول خاص بالكلية. كلية علوم الرياضة والنشاط البدني طبعا طبيعة الدراسة فيها تتطلب الحقيقة التأكد من سلامة وملائمة الطلبة الذين يلتحقون بالكلية من حيث اللياقة ومن حيث الجهد البدني، فهناك يعني اختبارات طبية وفسيولوجية ولياقية يجب أن تتأكد الكلية قبل قبول التحاق الطلبة بها، لأن هناك طبعا يعني قد يكون هناك يعني مضاعفات يعني فيما لو لم يتم يعني فحص يعني مثل جهد عضلة القلب على سبيل المثال أو بعض يعني وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. فمهم جدا أي طالب أو أي طالبة يريد الالتحاق بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني حتى لو ما كانت رغبتك الأولى، لكن طالما أنك تريد أو يعني حاط في بالك أنك تلتحق بهذه الكلية انتبه لموعد الاختبار هذا، لأن هذا اختبار طبعا تعقد الكلية مرة واحدة في كل فصل دراسي ويتطلب الكثير من التنسيق، لأن الاختبار لا يخص الكلية فحسب، بل يتم استدعاء يعني بعض الأطباء وبعض المختصين الممارسين الصحيين من أجل القيام بهذه الفحوصات وهذه الاختبارات من المدينة الطبية الجامعية. فمن الصعب جدا أن يعني يتم اختبار بعض الحالات الفردية بعد ذلك، هناك يعني موعد محدد واضح وثابت ومعلن تعلنه الكلية ويتم طبعا عقده في يعني أروقة الكلية بالنسبة للطلاب وكذلك بالنسبة للطالبات، يعني انتبهوا لذلك يعني بشكل جيد. نقطة مهمة يعني أريد التعليق عليها، ما يسمى بمعدل مسار السنة الأولى المشتركة. الأصل يعني معظم الطلاب معدل التراكمي هو معدل مسار السنة الأولى المشتركة، لكن هناك طلبة يحولون من مسار إلى آخر. لنقل على سبيل المثال طالب بدأ الفصل الدراسي الأول وكان يدرس خلنا نقول مسار الكليات الصحية، وبعد ذلك قرر أنه يحول مثلا في الفصل الثاني إلى مسار مثلا الكليات العلمية. فإن كان هناك مقررات في مسار الكليات الصحية ليست ضمن خطة مسار الكليات العلمية فيتم احتساب معدل خاص بالتخصيص فقط، لن يظهر هذا المعدل في السجل الأكاديمي. المعدل التراكمي للطالب هو المعدل الرسمي بالمناسبة، يشمل كل مقرر درسه الطالب في الجامعة، حتى لو كان مقرر خارج خطته، حتى لو كان مقرر حر، حتى لو كان مقرر اختياري. المعدل التراكمي يحصي كل تقديراتك في كل المقررات اللي درستها. لكن نحن هنا يعني في الجامعة فقط لغرض التخصيص يعني لا أكثر
نحتسب ما ممكن أن نسميه معدل فعلي لمسارك في السنة الأولى المشتركة، بحيث نستبعد تقديرات بعض المقررات التي تكون درستها وليست ضمن خطة مسارك حاليا الذي تريد المنافسة عليه والتخصيص. فهذا معدل يحتسب يعني 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 خارجيا، ويتم يعني منافستك بناء عليه. فأي مقررات خارج خطة المسار لا تدخل في هذا المعدل، لكن ما يدخل في هذا المعدل حقيقة نتائج المقررات التي يتم معادلتها من جامعة أخرى. ولذلك الزملاء في عمادة السنة الأولى المشتركة، الطلبة والطالبات الذين يعادلون مقررات حقيقة، يعني أنا متأكد أنه يعني عندهم فكرة، الطلبة يوقعون على تعهد بالعلم بهذا الأمر. لو درس طالب في جامعة مثلا سين أو صاد أو أي جامعة قبل التحاق بجامعة الملك سعود، تقديرك يتم احتسابه في المعدل الفعلي في السجل الأكاديمي، ليس هناك تقدير ولا يدخل في معدلك التراكم، يكتب بجانبه معادلة خارجية. لكن من أجل ضمان عدالة المنافسة وعدالة تكافؤ الفرص في التنافس على التخصيص في جامعة الملك سعود بطلبة برنامج السنة المشتركة، يتم العودة إلى تقديراتك، ولذلك يتم طلب إرفاق سجلك الأكاديمي في جامعتك السابقة علشان يتم احتساب تقديرات هذه المقررات. طبعا يعني قد يكون كلام سابق لأوانه، لكن من خصص في تخصص يعني ليست يعني ضمن رغبته الأولى أو الثانية مثلا على سبيل المثال، بإمكانه تقديم ما يسمى طلب تعديل التخصيص بعد السنة الأولى المشتركة. طبعا في هذه الخدمة يتم اختيار يعني أحد ثلاث تخصصات، يعني في ترتيب الرغبات أنت رتبت جميع رغباتك في المسار. ملاحظ أحيانا أن البعض يعتني بترتيب أول رغبة، ثاني رغبة، يمكن الثالثة بالكثير، بعد ذلك يرتب البقية عشوائيا، فقد فعلا يعني يتم تخصيصه في رغبة تالية لذلك، وتكون رغبة بعيدة تماما لنقل عن اهتماماته. فأرجو يعني العناية جيدة يعني بترتيب الرغبات، يعني حتى لو كانت كثيرة، يعني حتى لو كانت 15 أو 20 رغبة رتبها بعناية، لأن حقيقة مع التنافس يعني ما شاء الله تبارك الله يعني طلبة وطالبات جامعة الملك سعود يعني مستواهم الأكاديمي حقيقة يعني يثلج الصدر، يعني التنافس بينهم شديد على جميع يعني التخصصات الموجودة. وطبعا لا شك أن يعني زي ما قلنا المقاعد المتاحة في التخصصات يعني تظل في نهاية المطاف يعني محدودة بعدد تم إقراره واعتماده من مجلس الجامعة الموقف برئاسة معالي رئيس الجامعة. فيعني ما أريد أن أقوله أن إن شاء الله ما أحد يحتاج تعديل التخصيص، لكن إن وجدت الحاجة لذلك إمكانية طلب ذلك إلكترونيا موجودة، وبإمكانك اختيار ثلاث رغبات لتعديل التخصيص طبعا بحد أقصى، وتحفظ الطلب طبعا. وإذا كان هناك مجال لاستيعاب هذا الطلب وكان في مقاعد متاحة، فلا شك أن هذا يعني إن شاء الله موجود ومتاح. إن لم يتيسر ذلك يمكن للطالب بعد دراسة فصل دراسي طلب التحويل للكلية التي يرغبها عن طريق التقديم على الكلية، طبعا حسب يعني شروط وضوابط كل كلية. هذا فيما يخص حقيقة اللي هو التخصيص، وتناولنا يعني يمكن أهم نقطة فيه اللي هو معيار التخصيص في هذا العام، والذي هو الآن معيار موحد عبارة عن 100 نقطة، 25% منها على درجة القدرات، 25% منها على درجة التحصيلي، 50% منها على معدل السنة الأولى المشتركة. وهو أيضا سيتم اعتماده في معالجة طلبات التحويل بالمسارات. يمكن يعني لاحظتم اليوم حقيقة تم إتاحة البوابة لطلبات التحويل بين مسارات برنامج السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات، وطبعا سيستمر إن شاء الله ذلك متاحا إلى الاختبارات يعني النهائية للفصل الدراسي طبعا. طيب بالسؤال، أنت قلت هذا هو المعيار للتحويل بين المسارات، تقصد التحويل إلى مسار الكليات الصحية والمسار العلمي فقط؟ بل ومسارات أخرى، يعني حتى مسار العلوم الطبية أو التمريض أو علوم الأغذية والزراعة، يعني جميع التخصصات الصحية والعلمية. طبعا هذه تخصصات صحية علمية لكنها في مسارات مستقلة، لكن تظل تخصصات صحية وعلمية، واشترط لها في القبول قدرات وتحصيلي، فكذلك موجودة في التحويل بين المسارات.
وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذلك في الشريحتين القادمة إن شاء الله. واضح، تفضل. جدا معك. ما يحصل الآن إلى الاختبارات اللي هو النهائية، يتم جمع يعني الطلبات طبعا إلكترونيين بعد نهاية الفصل، إغلاق الفصل الدراسي، رصد نتائج جميع الطلاب والطالبات واحتساب المعدلات الفصلية والتراكمية، نحتسب المعايير وتبدأ عملية معالجة طلبات التحويل بين المسارات. كيف يتم هذا؟ يعني أحاول أن نختصر الآلية. لنقل على سبيل المثال ولنبدأ بمسار الكليات الصحية، لأن الطلبة المقبولون في مسار الكليات الصحية هم الطلبة ذوي المؤشرات الأعلى فيما يخص القدرات والتحصيلي والثانوي. فبالتالي طلبة مسار الكليات الصحية يتاح لهم التحويل لأي مسار بدون شروط. فلو رغب طالب في مسار الكليات الصحية أو طالبة في مسار الكليات الصحية التحويل لإدارة الأعمال مثلا أو المسار العلمي أو التمريض أو العلوم الطبية مباشرة بدون شروط، لأنهم في القبول هم كانوا يعني في اللي هو أعلى مستوى فيما يخص مؤشرات القبول. بالتالي خلنا نقول مثلا على سبيل المثال خلى عندنا 20 مقعد، لنقول مثلا بعد معالجة تحويل طلبة مسار الكليات الصحية 20 طالب أخلوا مقاعدهم في المسار الصحي وراحوا إلى مسارات أخرى. الآن عندنا 20 مقعد خالي أو شاغر في مسار الكليات الصحية، نبدأ نشوف جميع من رغب في مسار الكليات الصحية ونملأ هذه المقاعد إلى النهاية. وبالتالي طبعا هؤلاء يكونون غادروا مساراتهم فأتاحوا طبعا مقاعد خالية في هذه الطريقة، يعني نعالج الطلبات من وإلى على قولتهم كل مسار على حدة، وبالتالي تكتمل عملية التحويل بين المسارات طبعا بما يحافظ على أعداد القبول في الجامعة. في نهاية المطاف جميع الطلبة أو جميع الطالبين. دكتور أسامة المايك تقفل، بس لو تفتح مرة ثانية. اي نعم من العدد. فاعيد يمكن بس اخر ملاحظه، يمكن المايك تقفل. هذا الذي يتم، يعني كل مسار على حده يتم معالجه الخارجين منه والمقبولين فيه، بحيث في النهايه تبقى اعداد الطلبه في البرنامج هي نفسها، مجرد عمليه اعاده توزيع طبعا بناء على الرغبات وعلى المنافسه على معيار اللي هو معيار التحويل. يبدو في شيء يبدو هناك من يطلب الدخول على طيب تسمعوني ولا؟ اي نعم صوتك واضح. اي نعم. هي يبدو يعني هناك يعني نوع من الهجوم او شيء على الشرائح، لكن على كل حال اي مسار الكليات الصحيه ومسار الكليات العلميه التحويل اليه سواء من مسار الكليات الانسانيه او مسار كليه اداره الاعمال او احدى مسارات القبول المباشر اللي تكلمنا عنها اللي هي العلوم الطبية أو التمريض أو علوم الأغذية والزراعة، هذا هو معيار التحويل اللي هو نفس معيار الترسيخ، 25% من درجة القدرات و 25% من درجة التحصيلي والمعدل التراكمي في 10. وزي ما قلنا لكم يا شباب، الصحي من تحويل من مسار الكليات الصحية لمسار الكليات العلمية متاح بدون شروط. من أراد أن يحول من مسار الكليات العلمية إلى مسار الكليات الصحية لا يلزمه أن يحقق اللي هو هذا المعيار. مسارات القبول المباشر سواء التمريض أو العلوم الطبية أو علوم الأغذية والزراعة نفس المعيار، يجب على الراغبين في التحويل إليه. انتبهوا يا جماعة، لأنه يمكن هذا تغيير يمكن يعني يستحق التنويه من الآن.
25% من درجة القدرات، 25% من درجة التحصيلي، والمعدل معدل مسار السنة الأولى المشتركة في 10 يتم احتسابه للراغبين في التحويل إلى مسار كلية التمريض، مسار كلية العلوم الطبية التطبيقية، طبعا كلاهما كليات صحية في نهاية المطاف، ومسار كلية العلوم الأرضية والزراعة التي هي أيضا كلية علمية في نهاية. هنا مسار كلية إدارة الأعمال، الراغبين في التحويل إلى هذا المسار يمكن خلنا نقول فرزهم أو تقسيمهم إلى قسمين. الذين يعني يريدون التحويل إلى مسار كلية إدارة الأعمال من تخصصات علمية مثل مسار الكليات العلمية أو مسار كلية العلوم الأرضية والزراعة أو مسارات به الصحية المنفصلة هي التمريض أو العلوم الطبية، طبعا قلنا مسار الكليات الصحية بإمكانه يحول مباشرة إدارة أعمال بدون شروط، لكن ليرغب في التحويل إلى إدارة الأعمال مسار إدارة الأعمال من هذه التخصصات يلزمه أن لا يقل معدله التراكمي عن 4.5. فطلبت هذه المسارات إذا حققوا معدل 4.5 وأعلى فالغالب إن شاء الله تعالى أن يكون هناك إمكانية لتحويل، طبعا حسب المقاعد المتاحة، لكن غالبا غالبا يعني قد يكون هناك فرصة كبيرة لالتحاقهم بمسار كلية إدارة الأعمال. الأمر قد يختلف شيئا بسيطا بالنسبة لمسار الكليات الإنسانية أو مسار قسم الدراسات القرآنية، المعدل التراكمي المطلوب هو 4.75، معدل 4.75، فغالبا من سيحقق هذا المعدل من طلبة مسار الكليات الإنسانية أو مسار قسم الدراسات القرآنية إن شاء الله تعالى فرصته كبيرة جدا في الالتحاق بمسار كلية إدارة الأعمال، لا شك أنه حسب المقاعد المتاحة، لكن غالبا غالبا من يحقق هذه المعدلات، وهي حقيقة لو يعني تتأملون معدلات التحويل بين المسارات في السنوات الماضية كان يتوقف التحويل على مسار كلية إدارة الأعمال على أعلى من ذلك كثير. طبعا كانت يعني ما كان في هذا التفريق يعني بين المسارات، كان يتم معاملة جميع هذه المسارات معاملة واحدة، لكن أنا في إحدى السنوات بالنسبة للطالبات أظن توقف التحويل عند مسار كلية إدارة الأعمال على 4.94 أو 4.93، كان رقم جدا مرتفع. الطلبة كذلك أظن توقف في إحدى السنوات على 4.8. طبعا تتساءلون ليش كانت هذه الأرقام مرتفعة، لأن المقبولين في مسار كلية إدارة الأعمال لا يتخلون عن مقاعده بسهولة، يعني التحويل إلى المسارات في النهاية يجب أن هذه المقاعد تخلو من المقبولين فيها، بيروحون مثلا يعني خلنا نقول يشوفون فعلهم في مسارات أخرى، وبالتالي يخلون مقاعد تصبح شاغر ويمكن تحويل الطلبة إليه، وما كان هذا يتم يعني خلال السنوات الماضية، لكن الآن يعني بعد يعني تنسيق مع وكالة الجامعة الشمولية التعليمية والأكاديمية ومع كلية إدارة الأعمال والتي بادرت يعني جزاها الله خير يعني في استيعاب الطلبة والطالبات، يعني تقريبا يعني تم التوصل إلى خلنا نقول هذه الحدين وهذه الكوت-أوفز اللي هي يعني إن شاء الله تعالى قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على التحويل إلى مسار كلية إدارة الأعمال بما لا يعني يخل يعني بجودة العملية التعليمية في الكلية. طبعا التحويل إلى مسار الكليات الإنسانية أو مسار قسم الدراسات القرآنية متاح بدون شروط لجميع طلبة اللي هو مسارات البرنامج. النقطة الأخيرة وبعد ذلك يعني يمكن يعني نترك المجال إن شاء الله تعالى للأسئلة، التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة متاح يعني من حيث المبدأ في جميع الكليات ما عدا كلية الطب، كلية طب الأسنان. فهاتين الكليتين أو هاتان الكليتان نظام الدراسة فيهما سنوي، فبالتالي يتم التحاق الطلبة بهاتين الكليتين عبر التخصيص فقط، لا تنظر لا كلية الطب ولا كلية طب الأسنان في الجامعة إلى طلبات التحويل إليها مطلقا، ولذلك لا يتم حتى إتاحة ذلك إلكترونيا عن طريق البوابة. بالنسبة للتحويل إلى كلية الصيدلة أو كلية الأمير السلطان للخدمات الطبية الطارئة يجب على أي طالب يرغب في التحويل إلى هذه الكلية أو تلك تحقيق معيار التحويل إلى مسار الكليات الصحية. طبعا أتكلم في التحويل يعني على أساس يعني نستذكر سوا،
هذا بعد التخصيص، يعني واحد تم تخصيصه وما قدر يعدل تخصيصه والتحق بكلية، فهو الآن لم يعد طالبا في السنة الأولى المشتركة، هو طالب كلية، كلية علمية، كلية صحية، كلية إنسانية، يعني فليكن هذا عليه في البداية أن يحول المسار أصلا، يعني عليه أن يحول من كليته العلمية ولا حتى كلية الصحية، أو عليه أن يحول إلى مسار كلية الصحية، طبعا بناء على معيارنا هذا ما غيره، 25% قدرات و 25% تحصيلي والمعدل في 10، وبعد ذلك ينافس على إحدى هاتين الكليتين، الصيدلة أو الخدمات الطبية الطالب. بالنسبة لطلبة الكليات الصحية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو خدمات الطبية الطالية، أو طلبة الكليات العلمية الهندسة أو علوم الحاسب أو العمارة أو العلوم، إذا أراد أي أحد منهم أن يلتحق بالتخصصات هذه أو الكليات هذه، التمريض أو العلوم الطبية أو علوم الأغذية والزراعة أو إدارة الأعمال، ما عليه إلا أن يحقق شروط الكلية. إذا الكلية تقبل تحويلهم فيتم يعني قبولهم في إحدى هذه الكليات الأربع، طبعا يتم تحويلهم إلى المسار، يعني لا نريد أنهم يحولون مباشرة، لأن غالبا راح يبقى عليه مقررات في السنة الأولى المشتركة، سواء حول التمريض ممكن يبقى عليه مقرر ومقررين في برنامج السنة المشتركة، ممكن باقي عليه الكيمياء، باقي عليه اللي هو علم الأحياء، باقي عليه المصطلحات الطبية في التمريض، إذا بيروح علم الطبية يبقى عليه فيزياء مثلا، إذا راح علوم الأغذية والزراعة يبقى عليه 101 كيم، يبقى عليه قد يبقى عليه إحص أو ريض على حسب، فيتم تحويل المسار. لكن في النهاية الكلية بإمكانها الموافقة، أول شيء تتأكد وتتحقق من الشروط، خلاص الطالب أو الطالبة يعني حققتها وجابتها، خلاص يتم الموافقة، لكن يتم تحويلهم للمسار المطلوب. بالنسبة لطلبة الكليات الإنسانية تمام، عليهم دائما أن يحولوا إلى اللي هو مسار الكلية المطلوبة، فدائما يعني طلبة الكليات الإنسانية عليهم دائما أن يحققوا شرط التحويل بين المسارات أولا، وبعد كذا ينافسون على التخصصات التي يرغبونها. هذا يعني في الختام يعني تذكرة يعني بأن المعلومات حقيقة كلها موجودة يعني ومكتوبة ومدونة ومفصلة بشكل كبير في موقع عمادة شؤون القبول والتسجيل، وأي أحد عنده بعد ذلك يعني أي استفسارات يعني قد يعني تخفى عليه، فيعني أبوابنا في العمادة مفتوحة، هناك أيضا منصة جديدة للعناية بالمستفيدين، يمكن يعني طرح أو بعث الأسئلة عبرها، مثل هذه اللقاءات دائما يعني نسعد فيها، وأي يعني لقاء إضافي مستقبلا تطلب عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات، يعني سيكون يعني دواعي يسرنا يعني تلبيته والإجابة على الاستفسارات مباشرة، دائما يعني نستقبل سواء في قسم شؤون السنة الأولى المشتركة في الدور الأول في العمادة، أو كذلك يعني في مكتب وكالة العمادة لشؤون السنة المشتركة في الدور الثاني، أو طبعا في فرع العمادة للطالبات وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ومساعدة لشؤون السنة الأولى المشتركة، أو حتى الوحدة يعني وحدة خدمات الطالبات وشؤون السنة الأولى المشتركة في مقر الطالبات في عليشة. جميع هذه خلنا نقول النقاط المرجعية كل طاقم العامل فيها يعني من الزملاء والزميلات سعيدين يعني بالإجابة على استفساراتكم باستمرار، ولا تترددوا يعني في السؤال عن أي شيء يخفى عليكم. هذا هو موقع العمادة وهذا هو حسابها في تويتر، وتابعوا على قولتهم أولا بأول يعني هذه المصادر الرسمية حقيقة لأي تحديثات أو معلومات يعني بخصوص السنة الأولى المشتركة، وكما يقال دائما إنما شفاء العي السؤال، ونسعد دائما بأسئلتكم واستفساراتكم، ونترك يمكن المجال الآن لأخوي عبد الله يعني يدير يعني الاستفسارات والأسئلة، ويعني إن شاء الله نكون يعني قدمنا في عجالة بسيطة يعني فكرة يعني إن شاء الله تكون مختصرة ووافية عن آليات التخصيص وآليات التحويل بين المسارات، لكن أنا متأكد أن الأسئلة يمكن يعني يكون فيها يعني أشياء يعني توضح الغموض أكثر. طيب جميل، إحنا صراحة تلقينا يعني أسئلة كثير جدا جدا، حتى لدرجة أن الواتس حقيقة ينتقل، فأنا حرصت ترى أبدا معكم إلى الليل يعني ما عندي أي إشكال. طيب أنا بحرص في البداية أني أعطي الأولوية للأسئلة اللي ممكن الطالب ما يحصل إجابتها إلا عندنا، ثم بعدين إذا في وقت تطرقنا بشكل سريع للأسئلة اللي على قولتهم ممكن أن يسعفنا الوقت فيها.
جداً. قبل كل شيء أنا بأرجع بس النقطة بسيطة، لأن موضوع التحويل تعرف عقب المسارات الجديدة موضوع التحويل مرة مشوش، ودنا صحيح. نرجع للتحويل من البداية، الموضوع المسارات الصحية والمسارات العلمية. جميل ممتاز. لا شك المسارات أصبحت كثيرة الآن، لكن خلنا نلخص الموضوع في مين. أول شيء أن نعرف المعيار. المعيار هو معيار موحد، يعني إذا رغبتك التحويل إلى مسار كلية إدارة الأعمال تحديداً سيتم النظر إلى المعدل التراكمي. أي مسار آخر هناك معيار. المعيار يؤخذ أو يحتسب من درجتك في القدرات، درجتك في التحصيلي، والمعدل التراكمي لمسارك. 25% من درجتك في القدرات، اجمع عليها 25% من درجتك في التحصيل، اجمع عليه معدلك في 10، هذا هو معيار التحويل الذي سيستخدم في تحويلك لمسار الكليات الصحية أو العلمية أو التمريض أو العلوم الطبية أو علوم الغذاء والزراعة. اللي بيحاول إدارة أعمال يتم النظر للمعدل فقط. طبعا تقول ليش الفرق؟ لأن القبول في مسار إدارة الأعمال أصلا ما فيه تحصيل، تم الاعتماد فيه فقط على التنوية وعلى القدرات، لكن جميع المسارات الأخرى التحصيلي مطلوب في القبول، فبالتالي دخل أيضا في عملية التخصيص. طيب نبسط المعلومة ونقول المسار الإنساني معدل فقط، المسار طيب. الإنساني متاح متاح متاح. متاح متاح من أي مسار اللي بيحول مسار إنساني متاح، الإدارة معدل فقط، باقي طيب. التخصصات هذا المعيار. أي نعم بالضبط. تمام جميل واضح. طيب ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي في خصوص التحويل. الطالبات لما فتحت بوابة التحويل، ظهر للطالبات تخصص العلاج التنفسي تحت كلية العلوم الطبية التطبيقية. هل فعلا العلاج التنفسي أصبح متاح ابتداء من الترم القادم أم لا؟ خصوصا كثير طالبات حريصين أنهم يعرفون عشان ما يفوتهم فرصة التحويل هذا، أما أنهم ينتقلون للتنفسي إذا كان متاح، أو أنهم ينتهزون الفرصة إلى تخصص آخر. الحقيقة أرجع مرة أخرى، يعني خير من يتم سؤاله يعني عن إتاحة التخصص اللي هو كلية العلوم الطبية، لكن أنا من الكلية وأمون عليهم، ويعني أنا أعرف يعني يمكن واقع الطلب على الكلية من قبل الطالبات، وهو لا شك طبعا من التخصصات المطلوبة يعني جدا يعني في سوق العمل حاليا، يمكن يعني مع أجواء يعني هذه الجائحة نسأل الله تعالى أن يعني يرفعها عنا إن شاء الله تعالى قريبا، والحمد لله يعني المؤشرات كلها يعني مؤخرا جدا إيجابية يعني في 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 هذا الخصوص. الكلية عندها رغبة حقيقة من أكثر من سنة في إتاحة التخصص للطالبات، لكن لا إلى الآن ما أظن أن يعني الكلية استكملت استعداداتها لذلك للطالبات، فلا أظن أن التخصص متاح للطالبات حقيقة على الأقل حتى الآن. هل فيه مجال يعني في دفعة عام 43 يتاح؟ بمجرد ما يتوفر التخصص سيتم إتاحة التحويل له من قبل الكلية، والكلية لن تتردد في استيعاب الطالبات فيه. لكن حاليا يعني على الأقل على حسب علم القاصر، وأيضا أتمنى أنه يعني إذا صار فيه لقاء مثالي مع عميد أو مع وكيل كلية العلوم الطبية، حقيقة أنه ما يمنع أنكم يعني ترفعون خلنا نقول هذا اللي هو الاستفسار أو هذا السؤال، لو ما أتوقع أنه عندهم إجابة تفصيلية يعني في هذا الخصوص. عاد الترم يا دكتور طويل، يمديهم يشدون حيلهم إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله تعالى. طيب السؤال الثاني في بخصوص آخر موعد للتحويل بين المسارات. لم يعلن حتى الآن آخر موعد للتحويل. حنا بالعادة نقول دائما الاختبارات النهائية، تقريبا آخر يوم في الاختبارات النهائية، يعني درجة العادة دائما من نفتح البوابة يعني تظل مفتوحة إلى يعني غالبا أتوقع أنه يوم الثلاثاء، يعني من آخر اللي هو أسبوع في الاختبارات النهائية، لأنه هو اليوم الذي يعني يسبق خلنا نقول يعني إغلاق الفصل الدراسي. وكذلك الحال على ترتيب ترتيب الرغبات. كذلك على ترتيب الرغبات. نعم، فنتكلم عن أسابيع عدة، تقريبا 6 أو 7 أسابيع. جميل. طيب هذا السؤال من طلاب المسار الحوسبة. هل متاح التحويل من الحوسبة إلى بقية المسارات؟
طلاب بكالوريوس الحوسبة التطبيقية ليسوا من طلبة برنامج السنة الأولى المشتركة، هو برنامج مستقل يتم يعني قبول الطلبة فيه على كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع مباشرة. فطبعا هؤلاء كان لهم متطلبات أخرى فيما يخص عملية القبول. من يرغب فيهم التحويل إلى برنامج السنة الأولى المشتركة عليه أن يتقدم حقيقة بطلب، ليس طبعا طلب إلكتروني، لأن زي ما قلت لكم هم ليسوا من طلبة اليوم برنامج السنة الأولى المشتركة، هم طلبة برنامج آخر مستقل وتم قبولهم مباشرة على درجة البكالوريوس بدون منافسة على التخصيص، قبول مباشر. فيعني اللي فيهم عندها يعني رغبة في التقديم على التحويل إلى مسار معين من مسارات السنة الأولى المشتركة بإمكانهم يتقدموا بطلب ورقي لذلك، لكن طبعا ستنطبق عليهم نفس هذه المعايير ابتداء يعني. فسيتم العودة إلى فرص القبول ومؤشرات القبول، هل يمكن قبولهم ابتداء يعني يجب أنه ما تكون درجاتهم أقل من درجات المقبولين في برنامج السنة الأولى المشتركة سواء من القدرات أو التحصيل أو الثانوية. بعد ذلك طبعا يتم اعتماد اللي هو معيار التحويل. جميل. طيب إذا قلنا العكس، التحويل من مسارات السنة الأولى المشتركة إلى برنامج الدراسات الحوسبة التطبيقية، الكلية لها شروط في ذلك، يعني يمكن الاطلاع على موقع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، والكلية هي اللي مخولة بالنظر، يعني يجب على الطالب والطالبة أن يقدم على الكلية، وهم طبعا بيشوفون يعني وش درس الطالب وش درست الطالبة. لا شك هم يفضلون يمكن يعني طلبة مسار الكليات العلمية، أو في حالتنا هذه أيضا كلية العلوم الأغذية والزراعة باعتبارنا نفس الخطة، لأن هناك يعني بعض المقررات المشتركة، لكن ما يمنع أن يعني طالب أي مسار من مسارات البرنامج ويرغب في التحويل للحوسبة يقدم على الكلية، والكلية طبعا عندها شروطها في ذلك وتنظر في الطلبات، وإذا هي عندها يعني الاستطاعة في تلبية يعني أو تحقيق رغبة الطالب فأكيد أنه هذا من يعني مما يسرح إن شاء الله. جميل. طيب بخصوص التحويل بين الدبلومات، الطلبة المقبولين أو حتى الطالبات المقبولين سواء برسوم الدبلومات اللي برسوم أو الدبلومات اللي بدون رسوم، هل متاح التحويل لهم بين الدبلومات؟ طبعا طبعا موضوع الدبلومات برسوم يمكن شوي مختلف عن الدبلومات اللي هي يعني بدون رسوم. دبلومات برسوم كلية الدراسات التطبيقية طبعا هي التي تدير يعني هذه العملية، سواء عملية تحصيل الرسوم أو عملية القبول، وطبعا أكيد أنهم يعني كانت بناء على مقاعد عندهم وتوزيع معين، ففي النهاية الكلية هي التي تدير هذه العملية من الألف إلى الياء بالنسبة للبرامج اللي هي المدفوعة. كلية المجتمع نعم بالإمكان أنه يعني تقديم على الكلية نفسها، يعني هي التي يعني لديها يعني الصلاحية في خلنا نقول إدارة اللي هو تحويل الطلاب من ويعني إلى أي برنامج داخل الكلية. يعني لا شك أن الكلية يعني طيب. بالإمكان أنهم يعالجون هذه الطلاب. جميل. طيب فيما يخص التخصصات للطلبة المكفوفين، كيف ممكن الطالب يتعرف على التخصصات اللي متاحة له الطلبة المكفوفين؟ ممتاز. حقيقة مفصلة هي في صفحة في موقع العماد اسمها خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، وما يمنع يعني نشير إليها هنا. الطلبة المكفوفين يعني في الجامعة يمكن قبولهم في كلية الحقوق والعلوم السياسية، فيعني بالنسبة للطلاب تخصص الحقوق وتخصص العلوم السياسية، للطالبات طبعا تخصص العلوم السياسية غير مطروح لهم حاليا، تخصص الحقوق موجود فيمكن قبولهم في يعني هذه التخصصات. كلية الآداب مطروح لهم تخصص التاريخ واللغة العربية والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والإعلام، خمس تخصصات في كلية الآداب مطروحة للطلبة المكفوفين. بالنسبة لكلية التربية عندنا الدراسات الإسلامية وعندنا الدراسات القرآنية. جميل. جميع هذه التخصصات متاحة للطلبة المكفوفين. جميل. طيب بالنسبة للقبالة والتمريض، تخصص القبالة والتمريض، هل بيكون تنافسي أم من له رغبة بالقبالة يروح للقبالة، واللي له رغبة في التمريض يستمر بالتمريض؟ هو لا شك تنافسي. طبعا تخصص القبالة هو تخصص جديد، يعني مؤكد أن تخصص كلية اللي هو تخصص التمريض داخل كلية التمريض هو يعني قد يكون هو التخصص يمكن الأكبر،
قد تكون عدد المقاعد المتاحة في تخصص القبالة على اعتبار أنه تخصص جديد يمكن يعني ما هو كبير. لكن في النهاية يعني once again يعني يمكن كررت نفسي أكثر من مرة، يعني لو يتم استغلال لقاء مساري مع عميدة كلية التمريض أو مع مثلا بكراء كلية التمريض ذا يعني أسئلة أكثر حول هذا المجال. لكن في النهاية التخصصين مطروحين وكل تخصص فيه عدد معين من المقاعد المتاحة، وطبعا هي رغبتين يعني كل واحدة بتقول يا أبي تمريض والثاني قبالة أو أحد بقبالة الأولى والتمريض الثاني، وحسب اللي هو التنافس يعني بمعيار التخصيص يتم توزيع الطلبات إن شاء الله. جميل. واحد من الأسئلة الموجودة هنا يسأل عن ترتيب التخصصات، هل لازم أرتب اليوم ولا مفتوح لفترة وكم الفترة؟ ذكرناها سابقا أنه متاح لك حتى الاختبارات النهائية. في سؤال هنا عن طالب من المكفوفين طيب ويرغب بتخصص معين ولكن ما يندرج تحت التخصصات المذكورة، وذكر التخصص أنه تخصص علم النفس، فهل يتاح له استثناء أو متابعة هذا الأمر أم لا؟ والله الحقيقة يعني التخصصات المتاحة لأبناء وبنات الفئة الغالية فئة المكفوفين، وهم بالمناسبة يعني أنا أحب أستغل يعني هذه الفرصة للإشادة بهم الحقيقة، يعني أكثرهم من ذوي المعدلات الـ ما أقول الممتازة بل الاستثنائية، يعني أدائهم الأكاديمي حقيقة هو مبعث فخر يعني للجامع يعني، ولذلك العديد حقيقة من التخصصات لا يتردد حقيقة في يعني قبول طلبة المكفوفين لأنهم يدركون أن أدائهم الأكاديمي مميز. يعني ما أريد أن أفتأت حقيقة على يعني كلية التربية وعلى قسم علم النفس فيها، يعني هم أهل الميدان وهم اللي ممكن يجاوبون على هذا السؤال، لكن الذي يعني أعرف الحقيقة أن القسم عنده يمكن يعني منظور معين فيما يخص من يلتحق بالدراسة في القسم، لأن البرنامج اسمه أخصائي نفسي فهو يؤهل لممارسة يعني مهنة اللي هو الاستشارات النفسية، ولعلهم يقدرون أن هناك يعني متطلبات معينة من حيث يعني سلامة حاسة البصر يعني بالنسبة لممارسي المهنة يعني بالإضافة إلى سلامة الحواس الأخرى، يعني كانهم يقدرون أن التواصل البصري يعني مهم في عملية ممارسة المهنة. فلذلك طبعا التخصصات الأخرى اللي ذكرناها التسع تقريبا جميع مجالس أقسام ومجالس الكليات يعني موافقين على اللي هو التحاق الطلب المكفوفين بها، لأنهم يرون أن مثلا ما هناك ما يعيق ممارسة الطالب للمهنة، سواء مثلا المحاماة مثلا بالنسبة للحقوق أو العلوم السياسية أو الإعلام أو مثلا يعني التخصصات اللي ذكرناها التسعة. بالنسبة ل يعني قسم علم النفس أتوقع أنه يعني يمكن الأفضل أنه يتم يعني الاستفسار يعني من القسم نفسه، لكن يعني هذا يعني حد يعني معرفتي وعلمي القاصر أن عدم يعني خلنا نقول التحاق طلبة يعني مكفوفين بالقسم في السنوات الماضية كان يعني السبب. جميل جميل. طيب لعلي أخذ سؤال يعني على قولتهم من خارج الصندوق والدائرة، أحد الطلاب المتخصصين يسأل في حال رغب الطالب المتخصص في مسار معين التحويل إلى مسار آخر، ما هي الآلية أولا؟ ثانيا ما هو المعيار اللي ينطبق على منهم في مثل حالته؟ ممتاز. طبعا غالبا لن يتمكن من التقديم عبر البوابة الإلكترونية لأنه هو طالب كلية ويرغب في التحويل مرة أخرى إلى برنامج السنة الأولى المشتركة، فغالبا يلزمه أنه يعني يقدم يعني ورقيا يزورنا في العمادة، وإذا كان الطالب يزور فرع العمادة للطالبات. وأما هذا بالنسبة للآلية يعني هو يعني غالبا قد يعني يضطرون إلى التقديم يعني ورقيا. المعيار هو اللي ذكرناه يعني دائما وأبدا يعني سيتم احتساب اللي هو معيار المنافسة سواء على التحويل للكليات الصحية أو التحويل للكليات العلمية، إلا في حالة إدارة الأعمال. في حالة إدارة الأعمال يعتمد هو جاي من أي مسار، بالإمكان أن الكلية تنظر في
يعني تحقيق لشروط التحويل لها، ويعني ينظر في اللي هو المعدل. جميل. طيب لعلنا على قولتهم نفصل هذه الحالة شوي. مثل ما تعرف الدكتور أسامة، طلاب دفعة 442 بالذات ودفعة 441 يعني كذلك، 442 بالذات و 443 ممكن كانوا أفضل يعني، ولكن 442 بالذات كانت درجاتهم متدنية في التحصيلي، فيتأثرون بالمنافسة وكأنه يدخل المنافسة وهو فاقد جزء كبير من المعيار. ما في استثناء، أو هل ستنظر العمادة في دفعة 442؟ الحقيقة معظم طلب الدفعة 442 يعني تم يعني تخصيصهم، وتم كذلك تعديل يعني تخصيصهم كذلك، يعني خلنا نقول درجة كبيرة منهم يعني تم يعني استيعاب رغباتهم فيها. هذه نقطة. النقطة الثانية، صحيح يعني يمكن البعض يقول أنه يعني يمكن الخلاف كله على درجة الاختبار التحصيلي يمكن أكثر من صحيح. أيضا يعتمد حقيقة يعني على العدد، يعني إذا كان يعني عددهم يمكن يعني ما يكون عدد كبير. طبعا الكل يتذكر أنه استخدم لهم في التخصيص، خلنا نقول يعني تم مكافأة اللي هو يعني درجة القدرات تم جعلها 40% ودرجة التحصيل 10% بدل 25. يعني يعتمد يعني هل هناك حاجة للنظر في هذا أو لا، يعني في ذلك الحين قد يكون لا. يعني في النهاية بعض هؤلاء الطلبة يعني قد يتقدمون على كليات، يعني 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 الكلية من حيث المبدأ مثلا كلية العلوم الطبية أو كلية التمريض أو كلية إدارة الأعمال أو كلية علم الغذاء والزراعة، إذا وافقت على الطالب خلاص يعني يبقى الباقي ان احنا نحوله لمسار السنه الاولى المشتركه عشان بس يكمل المقررات اللي عليه. لكن كان قرار الموافقه لكن لا شك التحويل المسار الصحي ومسار العلمي يعني المنافسه فيه اكيد انها بتكون يعني اشد واكبر لا شك. جميل. لا يفوتني ايضا ان يعني ان اذكر ان يعني الغرم بالغرم، يعني كما ان درجه التحصيلي يعني ربما يعني تاثرت الى حد ما، لكن ايضا يعني المعدل التراكمي الذي يعني حصل عليه يعني يمكن عدد كبير من طلبة دفعة 442 أيضا طبعا بسبب اللي هو الظرف الاستثنائي في ذلك الحين اللي هو عدم يعني وجود الاختبارات الحضورية، وكان الاختبار عن بعد، وطبعا اللي هو عملية إضافة اللي هو تقريبا كان 20 درجة كتعويض يعني عن تحول يعني في الاختبار النهائي من الحضور إلى اختبار عن بعد، يعني كان لها يعني دور خلنا نقول في ارتفاع المعدلات التراكمية بالنسبة لدفعة 442. فيعني أكيد أنه يعني كما يعني يقال يعني في اللغة الإنجليزية win some lose some، والذي يعني أقدره أن معظم الطلبة والطالبات يعني حصلوا يمكن مو بعد رغبتهم الأولى تماما، يمكن الرغبة الأولى والثانية، لكن معظمهم يعني كانت خلنا نقول نسبة الرضا عندهم عالية وكبيرة. لا شك طبعا هناك من ما زال يرغب مثلا في تخصص مثلا في كلية إدارة الأعمال، أو يرغب في مثلا كلية الصيدلة، أو يرغب في هذه، يعني يمكن يعني تقاس يعني كل حالة على حدة. طيب جميل. في أكثر من سؤال يعني على قولتهم من الأسئلة البديهية، فاسمح لي دكتور أسامة أني بجاوب عليها. هل أقدر أعدل الرغبات هذه الفترة؟ نعم متاح لك تعديل الرغبات إلى ما تقفل على قولتهم البوابة. هل معدل جامعة الملك سعود من 4 أو من 5؟ معدل جامعة الملك سعود من 5. هل إذا أخذت درجة قدرات أو تحصيلي بعد ما دخل جامعة الملك سعود هل تحسب؟ لا ما تحسب لك، تحسب درجة القدرات والتحصيلي اللي أنقبلت فيها. أي اللي تم قبولك فيها. طيب خلينا نرجع للأسئلة الجديدة، أنا كنت راقي للشات فوق. هل يستطيع الطالب دخول تخصص ولم يحقق المعدل المطلوب بسبب ظروف؟ ما أدري حقيقة وش المقصود تماما، لكن يعني بالنسبة لأي طالب أو أي طالبة يعني خلنا نقول يمر بظرف معين يعني يرى أنه ما يستطيع إكمال الدراسة يعني خلال ذلك الفصل، يعني الأصل أنه يعني بإمكانه أن يقدم طلب اعتذار عن طريق نظام داعم الذي تدير عمل السنة المشتركة، ويعني قد يقدر يعني الأمر يعني من قبل عمل السنة الأولى المشتركة إن كان هناك طبعا يعني 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 مبررات يعني مقنعة لذلك. لكن طبعا المنافسة لا شك أنها
يعني منافسة كبيرة يعني على كل التخصصات الحقيقة، يعني سواء التخصصات الصحية والعلمية والإنسانية في الجامعة. فيعني بعض الأمور حقيقة يعني تفرض نفسها، يعني بعض المعطيات، يعني عدد المقاعد محدد يعني ومعرف سلفا من قبل مجلس الجامعة، وكذلك يعني أداء الطلاب في كل دفعة كذلك هو أيضا يفرض نفسه. فواحد ما يقول لا يستعين بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ويسأل الله تعالى التوفيق ويعني أن يشرح صدره ويسر أمره ويعزم يعني ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله يعني يحقق للجميع يعني رغبات المؤمنات إن شاء الله. جميل. لعلي أنتقل على قولتهم من الشات الأسئلة اللي وصلتني على الواتساب. واحد من الشباب يسأل يقول التحويل بين التخصصات هل هو على المعدل التراكمي أم على معدل الفصل؟ هذا يعني مثلا من تخصص إلى آخر داخل كلية أو ما أعرف؟ مثلا طالب تخصص مثلا في كلية الآداب ويرغب الانتقال إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، في هذه الحالة هل يؤخذ معدل التراكمي أم معدل الفصل للفصل اللي درس فيه في كلية الآداب؟ لا، غالبا التراكم، غالبا في التحويل العودة للمعدلات التراكمية. جميل. طيب طيب في سؤال تكرر كثير صراحة من أمس بالنسبة للطلاب اللي ما طلعت لهم جميع الرغبات، بعض الطلاب طلعت لهم رغبة واحدة فقط، إيش علاج المشكلة هذه؟ هذا أمر غريب، يعني من أي مسار هؤلاء الطلبة؟ يعني هل هناك أمثلة واضحة مثلا؟ مسار إنساني. أذكر مسار واحد من الشباب براني كان فقط طالعت له كلية السياحة فقط. عجيب، وهو طالب مسار كليات إنسانية ما ظهر لها إلا رغبة واحدة. نعم. لا، هذا أمر غريب، يعني يمكن لو يعني يتواصل معنا يراسلنا، نخشى أنه ممكن يكون هناك مثلاً جلتش أو شيء فني، أو الأصل لا، جميع رغبات كل مسارات تظهر للطلاب والطالبات. تمام، جميل. طيب، أجبنا على اللي ما طلعت لهم الرغبات، أجبنا على برضو تحويل كلية الحوسبة. نعم، في سؤال وردنا عن مدة تعديل القبول بعد التخصيص. ممتاز، وتعديل التخصيص بعد السنة المشتركة. تمام. نعم. طبعا بالنسبة للفصل الدراسي الأول، طبعا غالبا الذي سيخصص بعد هذا الفصل هم طلبة مسار الكليات الإنسانية. نعم، لا شك هناك يعني خلنا نقول بعض طلبة مسار الكليات العلمية والصحية، هؤلاء سيخصصون بناء على معدلات 4-4-2، لكن الطلبة المستجدين 4-4-3 اللي مقبولين في مسار الكليات الإنسانية توقع أن يخصصون هالفصل حول الله تعالى 16 ساعة، وبالتالي راح يتم تخصيصهم بعد نهاية الفصل. ستفتح هي بواب التعديل التخصيص لهم إن شاء الله، لكن طبعا لن تطول لأن الخبر الفترة جدا قصيرة يعني بين الفصل الأول والثاني، فغالبا يمكن راح يتم إتاحتها يعني على حسب 4 أيام 5 أيام سيتم إعلان ذلك، وبعد ذلك طبعا يعني سيتم يعني خلينا نقول إغلاق البوابة ومعالجة الطلبات. يعني أتوقع، مجرد توقع يعني كلام سابق لأوانه، لكن يعني بالإمكان إتاحة البوابة إلى تقريبا ثاني أو ثالث يوم من الفصل الدراسي الأول، خلنا نقول يوم الاثنين أو الثلاثاء تقفل البوابة، وبعد ذلك الأربعاء والخميس تعالج يعني الطلبات بالكثير. يعني لا شك أن الدراسة يعني تبدأ مباشرة، يعني فما هناك وقت ل يعني لو أنه والله كان في مثلا أسبوعين إجازة بين الفصل الأول والثاني لا شك أنه كان ممكن يكون هناك مشكلة. بالنسبة للفصل الثاني فلا براح، يعني تقريبا طلبة المسار الصحي المسار العلمي عادة نتيح لهم تعديل التخصيص طول الصيف، يعني ما يتم تعديل التخصيص إلا مع طلاب الصيف المتخصص، ففي الوقت يعني فيه متسع. جميل. طيب، في سؤال بخصوص الفصل الصيفي لهذا العام. في حال مثلا طالب من طلاب السنة الأولى المشتركة تبقت له مواد بسبب التحويل أو بسبب أنه حمل أو انحرم من مادة، هل في فصل صيفي ممكن أنه يلحق نفسه؟ دائما يعني الحقيقة يعني عامة السنة المشتركة مشكورة، دائما في كل فصل صيفي تتيح يعني تقريبا طرح جميع المقررات، يعني فأبدا ما كان هذا عائق. يعني لا شك أنه هذا كلام في علم الغيب، يعني ما نقدر نتكلم عن الصيف المقبل، لكن طيلة يعني
السنوات الماضية كان دائما تطرح جميع المقررات السنة المشتركة في الفصل الصيفي حيث ما يتأخر أي طالب. أي طالب يحتاج الفصل الصيفي إنه مثلا زي ما تفضل يعني يخون الطالب حول، فهو يعني ما هو بالله متعثر لكنه حول يعني، فبالتالي ناقص عليه المقررات، نقول له لا عندك فرصة تخلص الصيف حيث تدخل التخصص مع زملائك يعني بداية السنة الدراسية الجديدة. أو طبعا لا شك معالجة اللي اعتذر، اللي حرم، اللي مثلا تعثر بالرسوب. دائما نقول السنة الأولى المشتركة المدة المقررة لدراستها فصلين دراسيين، والصيفي موجود من أجل يعني هذه الحالات اللي هو محاولة اللحاق، محاولة اللي هو تلافي التأخر. طيب خلنا نطلع على الأسئلة. أنا جالس أتأكد هل في سؤال طيب اللي يسألون عن، في واحد يسأل عن تذاكر الطيران، على قولتهم السؤال ما ينطرح في اللقاء هذا صراحة بالنسبة للطلاب المنح الدوليين. بالنسبة للشخص يسأل هل توجد لقاءات لكلية إدارة الأعمال؟ نعم. معيار القبول في المسار العلمي، جالس يتكرر السؤال هذا عن معايير القبول، معروضة يعني قدامكم على في السلايد، 25% قدرات، 25% تحصيلي، ضرب 10، المعدل التراكمي ضرب 10، وطبعا بحسب التخصصات الصحية والعلمية في الجامعة. جميل. طيب لو سمحت، أنا مسار إنساني، لو دخلت تخصص وجبت معدل 5 هل في أمل أني أحول تخصص الكيمياء من شهادتي أدبي؟ طيب السؤال دكتور أسامة، بالنسبة إذا كانت شهادة طالبة بالمسار الإنساني أدبي وجابت معدل 5 من 5 وترغب بالتحويل إلى تخصص في المسار العلمي والتخصص ذكرته كيمياء، هل تقدر رغم شهادتها أدبي؟ لا لا للأسف حقيقة، يعني هذه من شروط وضوابط التخصيص، يعني خريجي الثانوية الأدبي أو تحفيظ القرآن أو المعهد العلمي، يعني كلها تعتبر يعني من اللي هو الفرع الأدبي، يعني المتاح لهم التخصيص في الكليات الإنسانية فقط، لأنه لا شك يعني. وطبعا يمكن الحين يعني أصبح فيه، يمكن سمعته يعني عن مبادرة وزارة التعليم في تطوير اللي هو المسارات الثانوية العامة الجديدة، صار فيه يعني عدة مسارات، فيه مسار الشرعي، فيه مسار اللي هو الإنساني، فيه مسار اللي هو إدارة الأعمال، هذه كلها في الثانوية أصبحت. نفس الشيء مثلا بالنسبة للمجال العلمي، هناك مسار علوم الصحة والحياة، مسار اللي هو الرياضيات والفيزياء اللي هم يسمون الهندسة والحاسب في الثانوية. فهذه متطلبات أولى يعني تسبق حتى اللي هو الالتحاق بالجامعة. للأسف اللي ثانوية أدبي لا يمكن أن يلتحق بتخصص علمي لدينا في الجامعة أو تخصص المتاح لهم التخصصات الإنسانية. طيب في سؤال عن تخصص الموارد البشرية، هل هذا التخصص موجود؟ موجود كمسار ضمن تخصص الإدارة، يعني طالب أول شيء يدخل مسار كلية إدارة الأعمال، ثم يدخل برنامج إدارة الأعمال العام، وإذا تخصص جوا الكلية في تخصص الإدارة آخر سنة في مسار فرعي اسمه مسار إدارة الموارد البشرية. جميل. طيب. إحنا بس بنختم على الثلاث أسئلة أو الأربع أسئلة هذه. أنا ترى ما عندي مشكلة، الوقت متاح يعني، إذا أحد عنده استفسارات ترى ساعة مباركة ما عندي مشكلة. جميل. طيب عندنا سؤال دائما يتكرر عند الطلاب والطالبات. عبد الله تسمعني؟ نعم أسمعك دكتور مخلد، حياك. يعطيك العافية دكتور أسامة، كفيت وفيت صراحة. بس فيه أنا شفت استفسارات كثيرة تسأل بالنسبة للكليات. إن شاء الله الفصل الأول هذا فقط هي كليات المسار الإنساني، الفصل الثاني بحول الله عز وجل سيكون على كليات المسار العلمي والصحي وإدارة الأعمال، فقط هذا الفصل الأول سيكون خلال الأسبوعين القادمين ابتداء من يوم الأربعاء. طبعا عندنا غدا محاضرة لعمد السنة المشتركة للمساعدة على آلية اختيار التخصص وكيفية الاختيار. من يوم الأربعاء ستنطلق الكليات إن شاء الله في الأسبوع هذا والأسبوع القادم والأسبوع اللي بعد لجميع كليات المسار الإنساني، لكل كلية لها محاضرة
تتحدث عن تخصصاتها أو عن فرصها الوظيفية كما ذكرت في البداية. فأتمنى الأسئلة التي تخص الكليات أو التخصصات الدقيقة توجه للكليات، والله يحييكم جميعا. دكتور، فقط يا ليت تكون الأسئلة محصورة على موضوع المسارات، التخصيص، التحويل ما بين المسارات، على أساس ما يستهلك الوقت بشكل كبير. تمام، نوع هذه النقطة فقط. جميل. طيب، نعود للسؤال اللي يتكرر دائما عند الطلاب والطالبات. متى الطالب اللي شهادته مثلا أدبي إيش ممكن يدخل؟ الطالب اللي شهادتها أدبي إيش ممكن تدخل؟ لأن في لبس دائما عند موضوع كلية الإدارة، هل الأدبي يدخل أو لا؟ كلية إدارة الأعمال لدينا في الجامعة تشترط الثانوية العلمية حقيقة أو المسار الإداري، فاللي ثانويته مسار إداري بإمكانه يلتحق بكلية إدارة الأعمال، أما اللي مسار الثانوية أدبي فللأسف لا يمكن الالتحاق بكلية إدارة الأعمال. يمكن يعني كلية المجتمع، يعني اللي هو الدبلوم، بعض برامج الدبلوم، بعض التخصصات أظنها كانت تقبل اللي هو فرع الثانوية أدبي، لكن طبعا على مستوى البكالوريوس المتطلبات طبعا يعني يتم دراسة مقررات كثيرة، يعني في الإحصاء وفي الإحصاء الكمي وفي الاقتصاد، ويعني محتاجة حقيقة إلى بعض الإلمام يعني والمعرفة الرياضية. فلذلك المتاح قدام طلبة الثانوية الأدبية التخصصات الإنسانية في الجامعة. طيب، جميل. إحنا عندنا بس هذه السؤالين نختم فيها. طالب يسأل عن إذا كان الطالب في مسار علوم طبية تطبيقية وحول إلى المسار الصحي، هل يمكن لهذا الطالب دخول تخصص الطب أو تخصص طب الأسنان؟ سؤال جيد، لأنها يعني أنا لاحظت يمكن الفصل الماضي والفصل هذا يعني يتكرر كثير. معيار التخصيص واضح أمام الجميع، قبولك ابتداء في مسار العلوم الطبية التطبيقية. إذا كنت مثلا أنت في مرحلة القبول قدمت على مسار الكليات الصحية وتم قبولك في مسار كلية العلوم الطبية، فعلى الأغلب أنك مسبوق، على الأغلب أنه سبقك إلى القبول في مسار الكليات الصحية عدد من الطلاب، وبالتالي تم قبولك في رغبتك الثانية، فقد تفلح في التحويل لمسار الكليات الصحية، وإن شاء الله يعني نرجو الله سبحانه وتعالى لك ذلك. لكن يبقى مرة أخرى أنت دخلت السباق مرة أخرى على الطب، فدرجة القدرات ودرجة التحصيل يعني هذه لا يمكن تغيير، لا شك المعدل في يد الطالب، ممكن يأخذ 5 من 5، يعني ممكن خلنا نقول 50% هذا الجزء من المعيار بإمكان الطالب يتحكم فيه، لكن هناك جزء محسوب سلفا اللي هو القدرات والتحصيل، هذه لا يمكن تغييرها، هي التي تم قبولك بناء عليه. فيعني ودك أن الطالبة والطالبة يزنها، يعني يحسبها ويشوف يعني هل هناك يعني خلنا نقول حظوظ وفرص كبيرة في هذا الأمر ولا، يعني التقدير أكيد أنه يعني راح يكون يعني، وطبعا بالإمكان يعني أنا لا أحبب ذلك، لكن يعني بالإمكان الاطلاع مثلا على بعض معدلات اللي هي التخصيص في السنوات السابقة فقط كمؤشر، كل دفعة لها ظروفها وكل دفعة يعني يعتمد أداء الطلبة فيها على خلنا نقول يعني مستوى التنافس بين طلبة يعني كل دفعة بدفعتها، يعني ما صعب أنك تقارن بين دفعة وأخرى، يعني المنافسة بين طلبة الدفعة الواحدة لأن كل دفعة لها معطياتها ولها ظروف. لكن إيه يعني ودك يعني تشوفها وأنت توزنها وتحسبها. جميل جميل، يعطيك العافية دكتور أسامة، يعطيكم العافية جميعا على حضوركم. إحنا وصلنا لمسك الختام، لعلي على قولتهم أنتهز الفرصة، وإن كانت لك دكتور أسامة كلمة ختام نختمها لقاء اليوم. وقبل لا أنقل لك الكلمة، حرفيا دكتور أسامة واحد من الدكاترة أو واحد من المسؤولين اللي صراحة نفتخر فيهم، تواصلك وردودك على الإيميل وتفصيلك للإجابة بشكل دقيق عشان يجد الطالب ضالته،
حرفيا يعني احنا ممتنين لك على هذه هذا الوقت وهذا العطاء وهذا الجهد. شكرا لك دكتور أسامة لك الكلمة واختم بها. ابدا واجبنا والله يا اخوي عبد الله، جزاك الله خير. وانا احب ان يعني اثني حقيقة على يعني لياقتك واريحيتك ويعني دارتك اللقاء بشكل مميز ورائع. ويعني كذلك الدكتور مخلد جزاه الله خير، يعني يعني أدار يعني برنامج مسالي طيلة السنوات السابقة، يعني وأنا أعتز حقيقة يعني بأخوته وصداقته وزمانته، يعني وبينه وبين الدكتور مخلد يعني التنسيق العالي والكبير يعني في مثل هذه الفعاليات. فالشكر الجزيل لكم أنتم يعني طلبة وطالبات السنوات المشتركة، وأبدا يعني واجبنا حقيقة أن نجيب عن أي استفسار يعني أنا وزملائي وزميلاتي، سواء يعني أتوجه يعني بالشكر يعني يعني زميلاتي الدكتورة نورة، الدكتورة سعاد، طبعا عميد الدكتور سعد، الدكتور ياسر، كذلك وكيل العماد الدكتور عبد الله، يعني جميع هذا الطاقم. طبعا يمكن كلكم تعرفون الأستاذ ياسر بالنسبة للطلاب النفجان، والأستاذ هنادي النواف بالنسبة للطالبات، والطاقم الذي يعني يعمل في القسم وفي الوحدة، كلنا لكم. يعني لا شك أن يعني التغييرات يمكن يعني يعني كثير، على اعتبار ان معطيات القبول يعني تختلف من سنه لسنه، ويعني هناك يعني يعني بعض التغيرات يعني في السنه المشترك يعني من حيث اللي هو مسارات القبول يعني تعددت وتغيرت. لكن اي احد عنده اي لبس يعني ما اتضح له امر ما اتضح له شيء، احيانا الايميل يسد وينفع، احيانا لا، اذا الا يبي يعني يقابل اي احد فيه يعني ممكن يعني احيانا التواصل الشفهي قد يكون يعني حل الإشكاليات أكثر من يعني التواصل المكتوب. دائما إحنا موجودين، أحيانا سبحان الله يكون أحد مثلا في اجتماع أو شيء يعني قد يكون بعيد، لكن الأصل يعني أنه بإمكاننا طالما يعني ما كان هناك مشاغل أخرى يعني أن نستقبل يعني جميع الطلاب وجميع الطالبات في أي وقت. ولا شك أن الإيميل يعني يمكن وسيلة يعني تواصل فعالة يعني، بس أحيانا يمكن بعض الطلاب والطالبات ما يتضح المقصود يعني تماما من السؤال اللي هو يسأل عنه، فنحتاج يعني الردود تروح وتجي يعني، فيعني وسع صدوركم يعني تحملونا شوي. دائما أقول التواصل المكتوب هو طبعا مهم يعني وفعال، لكن أحيانا يمكن ما هو يعني خلينا نقول أقوى يعني مستويات التواصل، إنما دائما وأبدا الإيميل موجود، موقع العمادة، حساب العمادة في منصة تويتر، منصة العناية بالمستفيدين، المقابلة الشخصية أبدا يعني إذا كان هناك يعني ظرف يعني مناسب ويسمح أبدا. الوقت إن شاء الله يتسع لكم جميعا، وأتمنى إن شاء الله تعالى أنه يعني نلتقيكم في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى دائما. يعطيك العافية، شكرا لكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.